أيضا تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ما وجه كلمته إلى العالم إلى الداخل المصري ورسالة سيادته للشعب المصري، خصوصا وإحنا في لحظات الحقيقة حرجة، وإحنا محتاجين بجد نكون على قدر من الوعي ومن الفهم لكل اللي بيحصل حوالينا. قال سيادته نصا: بصوا على حدودنا الجنوبية والغربية والشرقية دلوقتي، وسط كل اللي بيحصل حوالينا بلدنا آمنة، والأمن ده تحدي كبير ربنا يديمها علينا نعمة، نعمة الأمن والأمان. ما بين تحديات كتير الصمود أمامها بيكون مسؤولية مشتركة بين القيادة والشعب. فإنني أدعو كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فوراً للمسار التفاوضي، تجنباً لحرائق ستشتعل فلن تترك قاسياً أو دانياً إلا وأحرقته. مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط، وأؤكد بشكل واضح أن سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية، وأن نحافظ وأؤكد بشكل واضح أن سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية، وأن نحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية. فهذا هو موقفنا الثابت والراسخ، وليس بقرار نتخذه، بل هو عقيدة كامنة في نفوسنا وضمائرنا، آملين بأن تعلو أصوات السلام لتكف صرخات الأطفال وبكاء الأرامل ونحيب الأمهات، ولن يتأتى ذلك إلا بتوفير أقصى حماية للمدنيين من الجانبين فوراً، والعمل على منع تدهور الأحوال الإنسانية وتجنب سياسات العقاب الجماعي والحصار والتجويع والتهجير. وأؤكد ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري، وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل. ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فمن أجل السلام فليعمل العاملون.